بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا موضوع جدا مهم وجدا خطير صراحة، وجاي يصير عندنا في رتهات الطوارئ مستشفياتنا، في أغلب مستشفيات العراق صراحة. اللي يصير هو بعض الأحيان الدكتور يكتب فد مغذي للمريض، كان يكون نورمال سلاين أو جلوكوز سلاين، ويكتب له أبرة وين يضربها، فرضا أبرة كلافوران أو بسكوبان أو أموكسيل، وين يضربها بالمغذي. فشي يسوي زملائنا واخواننا الممرضين او اخواتنا الممرضات؟ يعلق المغذي ويبدي يضرب الابره وين يثقب المغذي. صراحه هذا جدا خطير، يعني هذا المغذي يعني يحتوي على محلول، وهذا المحلول راح يدخل بالمباشر وين قبل للوريد. فانت اذا تثقب هذا المغذي زين، راح تسمح للبكتيريا والميكروبات والجراثيم وحتى التراب زين يدخل مباشره لهذا المحلول الوريدي، ويدخل مباشره لمن؟ للوريد. يعني انت راح تسبب لك كارثه. وصراحة أنا أغلب رتهاتنا رتهات الطوارئ تحتوي على بكتيريا من نوع ريزيستنت المقاوم. فبهاي الحالة إحنا لازم ننتبه انتباه جدا مهم، ونحاول قدر الإمكان نبتعد عن هاي الظاهرة أنه المغذي ما مشي أنا أثقب المغذي، حتى المغذي مشي ما له علاقة، هاي هي الكانولة ضعيفة أو الوريد اللي مخلين به الكانولة ضعيف، فيبدي يشتغل على كيفه. فرضا هسه أنا الدكتور كتب لي أبا أموكسيل فيال ونحقنها بالمغذي. انا هذا عندي الاموكسيل فيال سحبتها كل ما هناك قبل لا اشد المغذي، هذا المغذي عندي، وين راح انا ادخل المحقن مال الجهاز الاعطاء؟ بهذا المكان انا ابدي اجيب السرنجه زين، واضرب بهذا المكان، ادخل السرنجه واضربها، ورا ما اكمل اسوي شنو؟ شيكينج زين، على مو شنو يتجانس والماده تنتشر بصوره منتظمه داخل المغذي، وبعدين اجيب شو اسوي؟ اشد المحقن مال المغذي وين مال جهاز الاعطاء بالمغذي، واشد على راحتي. فرضا الدكتور كتب لي لا ابره 250 ملغ وين بنص نص كميه المغذي اللي هي فرضا 250 ملغ، ما يصير انا اروح افتح هذا منه اثقب ثقب كبير واروح افرغ محتوياته بسله المهملات، هذا انت سويتك كارثه يعني، لان هاي البكتيريا والجراثيم كلها دخلت داخل المغذي. لا، ادخل جهاز الاعطاء من عنده وافرغ نص المغذي واحسب لحد 250 وابدي ايضا اشد المغذي للمريض. ايضا المشاكل الاخرى اللي عندنا اللي صراحه تصير داخل مستشفياتنا هي خلط الاوبر. دائما الاوبر انت من تحلها حسب القانون الطبي والصحي والمنظمات الصحيه، ان الاوبر من تنحل بالماء المقطر خاصه البيالات لازم تكون الماده شو تكون؟ تكون كلير صافيه وما تحتوي على اي مواد مترسبه بها. من تجي انت تجيب الاموكسيل وتحل وياها فرضا الفولتارين او الديكادرون، هاي ماده قاعديه وهاي ماده حامضيه راح يترسب ويصير عندك ملح. فشوف دائما ورا ما تحل شيء يصير عندك يتغير اللون مال شنو الفياله، ليش؟ لان هذا تحول الى ماده ربما غير ذائبه وربما اصبحت بشكل كريستال، وذلك من تحقنها بالعضله يصير عندك شنو الم كلش قوي. ليش؟ لان الماده اللي تكون هي عباره عن ملح او قل امتصاص احتمال راح يصير عندك مشاكل ويصير عندك شنو ورم، وحتى يصير عندك نزيف داخل العضلة. أخواننا وزملائنا الممرضين وأخواتنا الممرضات، أتمنى أنه تأخذون بهاي النصيحة، وأكرر وعيد أن المغذي يجب أن لا يثقب بكل الأحوال، المغذي يجب أن لا يثقب، لأن أنت راح تسمح للبكتيريا والميكروبات والجراثيم بالدخول المباشر إلى داخل الوريد. إلى هنا تنتهي محاضرتنا اليوم، صحة دائمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعكم الدكتور الصيدلاني حسين كامل حامد.